بريدة يوسف، كان كيقلب على بلاصة باش يخدم فيها وسمع بريتش سبيس، فجأة باش يتعرف على الخدمات اللي كيقدمها وكيفاش يقدر يستفد منها. يوسف قرر يجرب لسباس أوفر، وهو خدام طاح في مشكل في الخدمة ديالو، فقرر أنه يستعين بالخبرة ديال نبيل اللي هو بالدور ديالو مستفيد من الخدمات ديال بريتش سبيس. تعاون بيناتهم موقفش هنا، فقرروا انهم يخدموا مجموعين وياخذوا بيرو بريفي ويكبروا ليكيب ديالهم. ليكيب زادت كبرات، فقرروا انهم ياخذوا بيرو كبر اللي يقدر يلبي الحاجيات ديالهم. يوسف اخيرا لقى داكشي اللي كان كيقلب عليه، كونيكسيون فور استابل، ان اسباس كووركين اللي كيناسب الخدمه ديالو، اللي تقدر تبقى لساعات طويله بالليل، اللي تقدر توصل دي نوي بلونش بعد المرات، اون كويزين بيان إيكيبي لتوجد القهوة وحتى الماكلة، أن إسباس فين يقدر ينعس ويرتاح، أن إسباس للمطالعة وحتى الليجور، علاش لا؟ لقاءات وتكوينات اللي تتنظم في بريتش سبيس اللي يقدر يستفد منهم، ومن حتى حصة ديال كوتشين انديفيديوال اللي تقدر تعاونه في تطوير المشروع ديالو. وما تنساوش الوقت الزوين اللي كيدوزو مع المجموعة والخرجات اللي كينطموها مجموعين. اش كتسناو؟ اجيو تكتشفوا بريتش سبيس بحال يوسف، راه كاين اون بلان سونتر فيل ديال فاس حدا الولاية. مرحبا بكم.